السلام عليكم. هنتكلم النهاردة عن المملكة الحيوانية، وتحديدا الحيوانات الفقارية، ونبقى عارفين ان الحيوانات الفقارية طبعا هي حيوانات فقارية عشان فيها عمود فقري، وطبعا هي تصنيفيا تندرج تحت شعبة الحبليات او فايلم كورداتا. الجزء الاول اللي بنتكلم فيه ان شعبة الحبليات تحتيها تحت شعبة تسمى السيفالوكورداتا أو الرأس حبليات، ومثال على الرأس حبليات هو حيوان السهيم، وهو حيوان بحري. طبعا سمي رأس حبليات إن هو لأن في الحبل الظهري بيمتد من الرأس إلى الذيل بالشكل ده، الحبل الظهري موجود بالشكل ده من الرأس إلى الذيل، و كمان وده السبب في تسميته انه تحت شعبة الرأس حبليات طبعا. وكمان في بعض الصفات انه الجسم فيه مغطى بقطع عضلية بتكون موجودة على شكل حرف V، والجنس فيه طبعا بيكون منفصل ولكن لسه بداية التكوين، مفيش فيه خصية او مبيض، ولكن فيه مناسل عددها بتكون 26 زوج من المناسل موجودة في الجزء الباطني هنا اهو، المكان ده بيكون موجود بالشكل ده. فهو ده السهيم اللي احنا بنتكلم عنه كمثال تحت شعبة الرأس حبليات. بعد كده نفس شعبة الحبليات تحتيها شعبة تانية غير الرأس حبليات، في تحت شعبة اسمها الفقاريات، وطبعا هي بتختلف انها اكثر تطورا من الشعبة السابقة، تحت شعبة السابقة، لان هي الفقاريات اصبح فيها مش حبل ظهري، لا الحبل الظهري تطور الى عمود فقري كامل، فحيوانات المجموعة دي كلها فيها عمود فقري. طبعا هي تحتيها فوق طائفة او سوبر كلاس اسمه الفكيات، لان فيها فك، وهذه المجموعة او الفوق طائفة تشمل العديد من الطوائف اكتر من كلاس. في كلاس اللي هو الاسماك الغضروفية زي مثالها الكلب السمك، وفي طائفة تانية اللي هي الأسماك طبعا نحو التطور زي ما احنا شايفين، أسماك عظمية، وبعد كده في طائفة اللي هي طائفة البرمائيات، وبعد كده في طائفة كمان اللي هي طائفة الزواحف، وبعد كده طائفة الطيور، وآخر طائفة اللي هي على قمة او هي موجوده بشكل متطور اكتر من الطوائف المختلفه دي اللي هي طائفه الثدييات. احنا هنتكلم عن طائفه واحده بس وهي الايه، طائفه الاسماك الغضروفيه، ومصنف كده سالورينس او كلب السمك الموجود بالشكل ده. طبعا هو حيوان بحري مفترس له اسنان قويه زي ما احنا عارفين، والجسم فيه كل الجسم بيكون مغطى بحراشيف درعية. كمان طبعا الهيكل بتاعه بيكون هيكل غضروفي، وله خمس ازواج بيكون موجودين كده في شكل جانبي، خمس ازواج من الخياشيم او الفتحات الخيشومية، دي فتحات خيشومية، وبيبقى له تلات ازواج من الزعانف المزدوجة، وزي ما قلنا من شوية ان الهيكل فيه بيكون غضروفي، وطبعا الجنس منفصل فيه يعني الذكر لوحده والانثى، اما للتمييز بين الذكر والانثى بيتم ذلك عن طريق الزعنفة الحوضية، بيكون اذا كان ذكر بيكون فيه ماسكتين، اما اذا كان انثى بتكون بدون هذان الماسكتين. وهو ده المعلومات اللي احنا نعرفها عن كلب السمك. شكرا لحسن استماعكم، ونلتقي في الدرس القادم، والسلام عليكم.